بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم تتابعوننا عبر شاشة تلفزيون فلسطين في برنامجكم دائرة الحدث الذي تعودتم فيه أن نحلل ونناقش آخر المستجدات السياسية وربما نتوقع بعض السيناريوهات على المدى المنظور أقله. دعوني في البداية أرحب بضيفي من العاصمة الأردنية عمان الأستاذ رجب أبو سري الكاتب والمحلل السياسي. تحياتي أستاذ رجب. أهلا وسهلا يا أميرة. كالعادة نبدأ بجولة سريعة لأبرز ما تداولت الصحف من عناوين ثم نعود وإياك لنبدأ حلقة النقاش التي ستكون المصالحة فيها أول عناوينها. لنتابع. نستهل جولتنا عبر أهم ما جاءت به الصحف المحلية ومع جريدة الأيام. السيد الرئيس يطالب الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام. ونقلت عن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق قوله اعتقالات حماس بالضفة تصعب إجراء الانتخابات. إلى جريدة القدس مسؤول الملف في المصالحة عزام الأحمد يقول مرسومان رئاسيان حول الانتخابات وحكومة الكفاءات في آذار القادم. وفي عنوان آخر المحامي جواد بولس وضع سامر مقلق للغاية وأطباء عيادة سجن الرملة أبدو تخوفا كبيرا. إلى الحياة الجديدة العفو الدولية تطالب بتحرك عاجل والفعاليات التضامنية تتصاعد. وشق شوارع في القدس لربط المستوطنات وعشرة الجنود يقتحمون المسجد الأقصى. ننتقل إلى أهم ما جاء بالصحف العربية ومع صحيفة الدستور الأردنية وعود أمريكية باستئناف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية. إلى صحيفة الغد القيادي في حركة حماس محمود الزهار يقول حماس تستهدف من وراء المصالحة تفعيل المقاومة في الضفة. ومن الأهرام المصرية الرئاسة تقول مصر تمر بمرحلة دقيقة وندعو الجميع إلى توافق وطني. إلى صحيفة الخليج الإماراتية كوريا الشمالية تجري تجربتها النووية الثالثة وتهدد بالأقوى. ننتقل إلى الصحف العربية الصادرة في لندن ومع القدس العربي إسرائيل ترفع الكرت الأحمر في وجه الانتخابات بالضفة الغربية باعتقال كوادر وقيادات حماس. إلى الحياة اللندنية إسرائيل تعترف لن نتخلى عن غور الأردن. نصل إلى الصحف الإسرائيلية ونبدأها من صحيفة يدعوت أحرنوت عضو الكنيسة يائر شمير يقول حل الدولتين غير قابل للتنفيذ. إلى صحيفة هارتس المحكمة ترد دعوى أهالي بيت صفافة لمنع فتح شارع يقسم القرية إلى قسمين. ومن صحيفة معرف حزب يش عتيد يقول نتنياهو يحاول تجنيد 5 من أعضاء حزب العمل للانضمام لإئتلافه. وختام جولتنا بأهم الصحف الأجنبية ومع واشنطن بوست إيران أكثر انشغالا بنفوذها في سوريا من بقاء الأسد. إلى صحيفة نيويورك تايمز سيطرت المعارضة السورية على سد الطبقة ينذر بمواجهة جديدة بين سوريا وتركيا. وأخيرا من الجارديان البريطانية العقوبات الدولية على كوريا الشمالية لن تجدي نفعا. أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام وإياكم نتحول إلى العاصمة الأردنية عمان حيث الأستاذ رجب أبو سرية لنبدأ حلقة النقاش. أستاذ رجب قبل أن أخوض في عنوان الحلقة الرئيسي وهو المصالحة الفلسطينية دعنا ننظر إلى المنطقة المجاورة لنا وما جرى مؤخرا من تصريحات يعني تصريح أوباما أمام الكونغرس وما تحدث فيه عن يعني حفاظه الدائم للأمن الإسرائيلي ووقوفه إلى جانب إسرائيل في وقت لم يتحدث فيه مباشرة عن الفلسطينيين وإنما عن عملية السلام بشكل عام ولم يتطرق إلى الملف السوري تحدث عن الديمقراطية ولم يتحدث عن سوريا. ثم ما نسمع حول العلاقة الإيرانية السورية وما تناقلته الصحف الأمريكية منها واشنطن بوست ونيويورك تايمز وأيضا الجارديان البريطانية في الفترة الأخيرة حول حراك إيران وحزب الله في سوريا من أنه الطموح الإيراني ليس ببقاء الأسد وإنما باستنساخ تجربة حزب الله في لبنان بأن تكون موجودة في سوريا. كل ذلك والمعطى الروسي وغيره، هل يستطيع أن نقول بأن الملف السوري ترك لإنهاء نفسه بنفسه؟ هل تعتقد بأن ارتباط هذا الملف بمجريات الأحداث في المنطقة يمكن أن يكون على أساس سيناريو قادم أن نتوقعه؟ أولا يعني فيما يخص خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمام مجلسي النواب والشيوخ الأمريكي، طبعا هذا خطاب سنوي معتاد لكن أهميته هذا العام تكمن في أنه قد جاء بعد إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي لولاية ثانية، بمعنى أنه يحدد ربما الملامح العامة والمعالم الأساسية للسياسة التي سيتبعها البيت الأبيض خلال 4 سنوات قادمة. كثير من المراقبين وإن كان على الساحية يعتقدون بأن الولاية الثانية للرؤساء الأمريكيين تختلف
عن الولاية الأولى، والسؤال ما زال مطروح على طاولة الرئيس الأمريكي، السؤال المتعلق بالملف الفلسطيني الإسرائيلي الذي لم يصنع تجاهه شيئا خلال الأربع سنوات الماضية رغم التزاماته في خطابه بالقاهرة، يعني بعد أن تم انتخابه في ولايته الأولى تجاه العالم الإسلامي وما إلى ذلك. الأمر الآخر يعني الملفات الإقليمية، من الواضح بأن الرئيس الأمريكي قد دخل إلى ولايته الثانية عبر بوابة ما يسمى بالحراك الشعبي العربي أو الربيع العربي، وهو كان صريحا في خطابه أمام الكونغرس الأمريكي بالأمس حينما قال بأنه يعني لم تعد أمريكا بحاجة إلى أن تحارب ما يسمى بالإرهاب في المنطقة عبر إرسال الجيوش وبشكل مباشر، هنالك وكلاء يقومون بهذا الأمر. لذلك أنا أعتقد بأن الملف الأساسي ما زال أمام الإدارة الأمريكية هو متابعة هذا الحراك ومتابعة التغيير في المنطقة وإعادة ترتيب المنطقة، ولكن الأمريكيون ليسوا بعجلة من أمرهم يعني للوصول إلى شكل نهائي تحت عنوان الاستقرار في مصر، في سوريا، في أكثر من بلد عربي. أعتقد بأن هدفهم الأساسي يتحقق الآن بفتح هذه المجتمعات وبالدخول في دوامة ما يسمى بالفوضى الخلاقة، وهم يديرون عن بعد دون أي خسائر تذكر، يعني لا بشرية ولا حتى يعني مالية تجاه أكثر من ملف، لذلك هم ليسوا في عجلة من أمرهم. أما بخصوص الملف الفلسطيني فأنا أعتقد يعني بأن عدم أولا استمرار الانقسام الداخلي الفلسطيني، ثم عدم وجود يعني مقاومة فعلية للاحتلال الإسرائيلي، لا مقاومة مسلحة ولا مقاومة شعبية سلمية، ويعني ليس هنالك ضغط حقيقي على الاحتلال الإسرائيلي، فالملف الفلسطيني يعني يريح الإسرائيليين أولا ويريح الأمريكيين ثانيا. ربما يعني علاقة الملف الفلسطيني بالملفات الإقليمية هي التي ستفرض يعني مستوى الاهتمام الأمريكي يعني بهذا الملف. طيب أعود إلى ما تفضلت به وما قاله أوباما في هذا الخطاب المقتضب يوم أمس، أو المقتضب على مستوى السياسة الخارجية والذي مفصل فيه أكثر على مستوى القضايا الداخلية في الولايات المتحدة، حين يستثني الملف السوري والوضع الفلسطيني. هل تعتقد بأنه لا معنى هذا الكلام بأنه لا خلاف، وخصوصا أنه هذا يأتي عشية زيارته إلى المنطقة؟ هل تعتقد بأن أوباما بمعنى هذا الكلام لن يغير في استراتيجيته تجاه التعامل مع القضايا؟ يعني الحراك الشعبي في مصر وتونس وليبيا وغيرها أظهر الدعم له، وأنه يؤسس لأسس الديمقراطية والحرية وحق الشعب في تقرير مصيره، بينما عندما يتعلق الأمر بالملف الفلسطيني والملف السوري لارتباطه بأطراف أخرى تحجب الولايات المتحدة عن الحديث فيه. هذا كان عنوان الفترة السابقة أو الولاية السابقة أو آخر الولاية السابقة لأوباما. هذا يعني أنها ستستمر، معنى ذلك بأن تحريك عملية السلام سيكون شكلي؟ أنا أعتقد أنه سؤالك يعني مرتبط بقراءتنا لخطاب الرئيس الأمريكي. نحن كفلسطينيين وكعرب يعني رغم أنني قد أشرت قبل قليل بأن يعني هذا الخطاب تكمن أهميته في أنه ربما يرسم معالم السياسة الخارجية العامة، لكن هو في الحقيقة ليس خطابا انتخابيا، فقد تجاوز محطة الانتخابات الرئيس الأمريكي. هو معظم الخطاب يعني تضمن اهتماما بالقضايا الداخلية ويعني سيرا على طريق التزامه برفع مستوى الطبقة الوسطى وما إلى ذلك. يعني نحن لا نهتم بهذا الشأن، نحن نقرأ الزاوية التي تهمنا. لذلك يعني لاحظنا بأنه لم يتطرق كما نريد نحن للملف الفلسطيني، ولم يعني يطرح تفاصيل تتعلق بكيفية التعامل مع الملف السوري. ربما يعني الرئيس الأمريكي لا يجد نفسه بحاجة لأن يخاطب الأمريكيين في هذه الملفات التي لا تعنيهم كثيرا بالمناسبة، يعني لا تعني الناخب والمواطن الأمريكي الملفات الخارجية كثيرا، ربما تعني المؤسسات الأمريكية والإدارة الأمريكية. لكن يعني ما يخص الملف الفلسطيني كما أشرت، ربما ارتباطه بالملفات الإقليمية الأخرى، كذلك أعتقد أيضا بأن الرئيس الأمريكي بحاجة إلى أن
يلتقي الإسرائيليين ليعرف حدود تعاملهم مع هذا الملف، لأننا يجب أن لا تكون لدينا أوهام بأن الموقف الأمريكي يمكن أن يبتعد كثيرا في الملف الفلسطيني الإسرائيلي عن موقف الإسرائيلي. طوال السنوات السابقة وحتى في ظل ما مورس من ضغوط أمريكية على الإسرائيليين، كان دائما الإدارات الأمريكية تلتزم الموقف الإسرائيلي تجاه هذا الملف. أما فيما يخص الملف السوري فالمراقبون قد أوضحوا بأنه ما زال ملفا تفاوضيا بين الأمريكيين من جهة وروسيا وإيران من جهة أخرى، لذلك أنا لا أعتقد بأن هنالك مواقف نهائية عند الرئيس الأمريكي تجاه هذين الملفين، باعتبار أنهما يعني ملفات خاضعة للتفاوض وهناك أكثر من طرف يعني يقرر فيها. هل تعتقد، سؤالي أنا ختمت سؤالي بأن أقول هل معنى ذلك بأن التحريك عملية السلام سيكون شكلي، هل تعتقد بأنه أساس تصريحات أو خطاب أوباما إلى مجلس الشيوخ والنواب بأنه بالأساس يخاطب مناصري أو أغلبية مناصري إسرائيل في الولايات المتحدة من أصحاب النفوذ؟ يعني هل تعتقد بأنه أراد بهذا الكلام أن يكسب ودهم، خصوصا أنه بحاجة لستين نائب أو برلماني في هذا الكونغرس لأن يوافق على تعيين تشاك هيجل وزيرا للدفاع في الولايات المتحدة؟ هل تعتقد بأنه ما زالت الأخذ والرد في بين الديمقراطيين والجمهوريين في هذا الخطاب تحديدا تجاه الملف الفلسطيني هي سيدة الموقف؟ انا اعتقد اولا يعني بانه هذا ربما يكون جزء من الإجابة، يعني يفسر جزء من الموقف، لكن انا اعتقد بانه بالمقابل ليس هنالك ضغوطات فلسطينية ولا عربية. يعني حينما يجيء باراك اوباما الى المنطقة هل سيطالبه احد من طبعا هو يعني محطات زيارته ستكون محدودة بين اسرائيل وفلسطين والاردن، لكن حتى لو زار عواصم عربية هل سيطالبه احد بالضغط من أجل يعني الذهاب بعيدا في مفاوضات فلسطينية إسرائيلية؟ حتى بنيامين نتنياهو، علينا أن نعود إلى ما قبل الأسابيع في حملته الانتخابية ومن أجل أن يكسب لبيد في حكومته الجديدة تحدث عن أولوية المفاوضات والملف الإيراني لحكومته القادمة. الأخبار تقول الآن بأنه يتبادل الأدوار مع ليبرمان حول هذا الملف. يعني ما دام هنالك ليس هنالك من ضغط مضاد يجبر الامريكيين والاسرائيليين على التعامل جديا مع الملف الفلسطيني والدخول جديا في مفاوضات حقيقيه تؤدي يعني الى 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 الى, إلى نتائج خلال فتره معينه، ما الذي سيجبر هؤلاء الناس على اتخاذ مواقف نريدها نحن كفلسطين او نحن يعني كعرب؟ انا اعتقد انه اوراق القوه لدى العرب ولدى الفلسطينيين محدوده، لذلك يعني لا أعتقد بأنه هنالك ما يجبر الرئيس أوباما أن يذهب من أجل البحث عن صوت يهودي هنا أو هناك. وأعتقد أنه الموقف الإسرائيلي حتى الإسرائيليين بعد انتخابات الكنيسة 19 الآن سيتجلى موقفهم واضحا، ولن يكون هنالك لن تكون هنالك مشاكل داخل إسرائيل يعني تضغط على حكومة إسرائيل أو إدارة أوباما بهذا الاتجاه أو ذاك. هو الضغط العربي أو الفلسطيني ليس معدوما ولكنه راكدا حتى يتحرك، لأنه نحن نفهم بأن هناك أوراق لم تستخدم لدى الكتلة العربية. ولكن تحدثت في كلامك أستاذ رجب عن أن المقاومة ليست موجودة أو غير مفعلة بشكل يضغط على إسرائيل أو ليثبت حضور الفلسطينيين، وربطت ذلك أيضا بالانقسام. آخر جولات الاجتماعات إن صح التعبير، ولن أقول حوارا لأنه المفروض أنهم ينفذوا ما اتفقوا عليه في اتفاق القاهرة والدوحة، أشيعت أجواء من أن أو حتى تصريحات، يعني آخرها تصريح الزهار اليوم خلال اجتماع في قطاع غزة للجانب الأمني، قال بأن هناك تطرق إلى النظام الانتخابي وقال إنه نحن ضغطنا من خلال مصر حتى يتم التوافق على 50% للنسبي و50% قوائم، ولكن الرئيس كان يريد، يعني دخل في تفاصيل إنه
تم الاتفاق على 75 نسبة و25 قوائم. ثم دخل بتفاصيل أكثر وقال بأن هدف حركة حماس من المصالحة هو نقل المقاومة المسلحة بين مزدوجين، أو المقاومة بمفهوم الزهار، إلى الضفة الغربية لمعركة التحرير الكاملة. ما يقول الزهار وتشكيكه إجاء الانتخابات، يعني حتى عندما يتحدث عن الانتخابات يقول بأن احتمالية أن تزور واردة، ويقول بأنه مطالبا أبو مازن بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وحدة وطنية ولا كفاءات مستقلة. طيب أبو مرزوق يقول أيضا اعتقال أنصار حماس بالضفة يصعب الانتخابات الفلسطينية، اتهم السلطة بتواطؤ في ذلك. ثم الاحتلال أيضا، بمعنى أنه عندما كل ما يحاول مثلا عزام الأحمد أو غيره من المجتمعين أو حتى خالد مشعل من إشاعة أجواء إيجابية وأن تقدما ما حصل وأن اجتماعا ما حصل، نسمع أصوات أخرى، سواء ملف الاعتقال السياسي مرة أخرى أو التشكيك في نزاهة الانتخابات تارة أخرى. هذا يلقي بظلال على المقاومة الشعبية في الأراضي الفلسطينية، لأن الإحباط هو يتولد من كل ذلك. يعني موضوع إشاعة الأجواء الإيجابية أو السلبية والآخرة، أعتقد بأن أكثر من 6 سنوات من الانقسام يعني تكفي لمزيد من بث الأوهام حول هذا الأمر. الانقسام وانهاء الانقسام بحاجة إلى قرار فوري، وهنالك حوارات كما أشرت طويلة جدا على مدار السنوات الماضية، هنالك أشيعت أجواء هنا وهناك، وتوقفت الاعتقالات وتوقفت الحملات الإعلامية منذ وقت، ووقعت اتفاقيات مهمة وناجزة وبالتفاصيل ليس هنالك إرادة لإنهاء الانقسام. أما يعني تبادل الأدوار، أنت أشرت إلى حديث الدكتور محمود الزهار، أنا أعتقد ربما كان هذا الرجل الآن ربما يصفه بعض الإعلاميين بأنه يعني قائد أو مسؤول سابق في حركة حماس. أنا لا أعتقد بأن له دور الآن في رسم سياسة الحركة. الحركة تأخرت، كان يجب أن تعلن عن مكتبها السياسي مع نهاية العام الماضي، مطلع العام الجاري. يبدو أن هناك مشاكل داخلية، يبدو أن يعني الحركة لم تعد متجانسة كما يجب. التطورات في الإقليمية وخاصة المتعلقة بوصول الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم في مصر يبدو أثرت على تركيبة حركة حماس. السؤال هو لماذا حتى هذه اللحظة لم يعلنوا عن قيادتهم الجديدة؟ ربما كان هذا شأنهم، لكن أعتقد بأنه محمود الزهر شخصيا وهو من صقور حركة حماس ومن الذين أججوا الأمور في داخل قطاع غزة باتجاه الحسم العسكري والانقلاب، ومن الذين كانوا حريصين على استمرار الانقسام، أعتقد بأنه بالأساس يبحث عن دور داخل حركة حماس وداخل الوضع الفلسطيني. ليس هنالك من يهتم الآن كثيرا كما كان الأمر في السابق بتصريحاته، لكن في كل الأحوال من يريد هذه شعارات أنا أعتقد، لأنه حركة حماس الآن مهتمة جدا بتثبيت حكمها في قطاع غزة. ليس هنالك كثير من قيادات حركة حماس يتحدث عن المقاومة بكل أشكالها. المقاومة في الضفة الغربية مطلوبة، ولكن أي شكل من المقاومة لابد من الحديث بعلو الصوت الآن، بأنه ليس من حق أحد أن يعلن شكلا من جهته للمقاومة. فتح النار على الإسرائيليين ومقاومة الاحتلال يجب أن يكون من في إطار جبهة وطنية موحدة، ويجب أن تكون للمقاومة مرجعية سياسية تشمل كل الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها قيادة منظمة التحرير وقيادة السلطة. الرئيس أبو مازن يدعو إلى المقاومة السلمية الشعبية المتفق عليها منذ سنوات، وحماس لا تستجيب لها. إذن هذه شعارات ليس الهدف منها فقط هو يعني التشويش ومحاولة عرقلة بعض الإجراءات وبعض الخطوات العملية من نمط فتح باب تسجيل الانتخابات في قطاع غزة، لا أكثر ولا أقل. طيب يعني نفهم من هذا الكلام بوجود أشخاص مثل الزهار في قطاع غزة سيعطل أي أو سيعطل بعض الخطوات، ليس جميعها، مما قد يجري لتوحيد شطري الضفة.
نعم. إن كان موقف الرجل مقرراً وإن كانت تصريحاته يعني ذات وزن وذات أهمية، لكن يعني خلينا كنا في مقابلات سابقة أستاذة قد أشرنا إلى أن رأس حركة حماس الأخ خالد مشعل وقع اتفاقات الدوحة والقاهرة وأبو مرزوق في كل لحظة ولم تنفذ، يعني أقل توقيع رئيس الحركة على ما هو لهذا بالضبط، يعني هذا ما كنت أريد أن أشير له، ماذا بأنه نخشى من تصريح هنا وهناك، فليصرح كما شاء، يعني فليصرح كما شاء. طيب مسألة أخرى أيضا ملحة وهي تستنفر الشارع الفلسطيني في الفترة الحالية، إضراب الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، كيف يمكن بعدم تجاوب دولي للضغط على إسرائيل في هذا الملف وعدم أيضا توافق فلسطيني على آلية، صح التعبير، على آلية يعني الدفاع عنهم أو تخطيط وقفات تضامنية أو مقاومة شعبية تحت اسمهم وشرفهم في مناطق التماس أن تؤثر على إسرائيل؟ هل لهذا الملف إن لم يعالج بالسرعة القصوى أن يحمل شيئا ميدانيا كثورة غضب فلسطينية على الأخضر واليابس؟ نعم نعم، هو الثورة الفلسطينية عام 65 والتي استكملت عام 67 لم تنتظر وضعا دوليا أو إقليميا، على العكس كانت هزيمة 67 وجهت ضربة قاضية لحركة التحرر والنظام العربي الداعم للثورة الفلسطينية، الثورة جاءت ردا على هزيمة عام 67، الانتفاضة أيضا في عام 87 جاءت ردا على الانهيار العربي والتخاذل العربي الذي وجهت به الثورة الفلسطينية عام 82 والتعامل مع منظمة التحرير خلال السنوات التي تلت، ثم انتفاضة عام 2000 أيضا جاءت ردا على انسداد الأفق التفاوضي وعلى كيفية تعامل الأمريكيين والإسرائيليين مع الراحل أبو عمار في كامب ديفيد. الشعب الفلسطيني حينما يدرك ويقتنع ويتأكد بأنه لن ينفعه أحد وبأنه معني وبأنه مطالب بأن يقوم بتحرير نفسه بنفسه أولا فإنه سينطلق. أنا أعتقد بأن المشكلة في النخبة السياسية، قيادات الفصائل، حالة الانقسام التي يعني أجبرت الشعب الفلسطيني عليها، يعني هذه النخبة السياسية المداخل عادة الوحدة واللحمة عديدة جدا في مقدمتها قضية الأسرى. أنا شخصيا أعتقد بأنه حتى لو كانت هنالك يعني بالمناسبة حتى في ظل الانقسام هنالك ربما يعني حالة توافق وفي أو حالة مشاركة في إدارة الانقسام حتى يعني تمت واستمرت خلال السنوات الماضية. نحن بحاجة بالأهم ونحن بحاجة للوحدة لأن يعني تتعزز ميدانيا وأن تزيد الشعب الفلسطيني قوة ميدانية لمواجهة الاحتلال. من أهم هذه الملفات التي يمكن أن توحد الجميع ميدانيا هو ملف الأسرى، وبعيدا عن الشعارات الذي يعني يخدم أو الذي هو مخلص أكثر من غيره للشعب الفلسطيني، فالميدان مفتوح لأبو حميدان كما يقول المثل الشعبي والعامي. ما الذي يمنع يعني كل هؤلاء المناضلين أن يهبوا وأن يخرجوا في أكثر من شكل وأكثر من وسيلة، وساحات الضفة الغربية مفتوحة على المواجهة بكافة أشكالها وأنواعها، وليست بحاجة إلى تصريحات، وليست بحاجة إلى برامج، وليست بحاجة إلى إذن من أحد كما يدعي البعض. فليذهب كل مخلص من أجل الشعب الفلسطيني ومن أجل القضية الفلسطينية لأن يدافع ليس فقط عن الأسرى. الأسرى عنوان مهم جدا من عناوين قضيتنا الوطنية، ويمكن أن تشكل ودائما هي تشكل يعني عنصر إجماع وعنصر وحدة داخلية، فليبدأوا فليدخلوا بوابة الوحدة من بوابة الأسرى. طيب أستاذ رجب، دعني أنظر إلى زيارة باراك أوباما، أنت يعني في آخر دقيقة فقط يعني أستثمرها في هذا الاتجاه، قلت بأنه ماذا سيطلب من أوباما أو بما معناه بأنه عندما يأتي أوباما وما يعني سيقوم بما يطلب منه أو سيفكر بما يطلب منه، ولكن
ألم نفهم أصلاً من أنه الولايات المتحدة على دراية كاملة بمتطلبات الحالة الفلسطينية وصراعها مع إسرائيل؟ أليست على دراية كاملة بما هو مطلوب فعله للتحرك باتجاه السلام؟ هل تعتقد بأن المسألة هي يعني إرادة أمريكية، أفكار تحملها الولايات المتحدة لتطبيق ما هو مفهوم، أم أن الأمر فقط صوري؟ الإدارة الأمريكية يجب أن لا يغيب عن أذهاننا لحظة واحدة بأنها إدارة سياسية براغماتية في كل الأحوال. لو نحن لو غيرنا طبيعة المعادلة السياسية على الأرض ومارسنا ضغطا على الاحتلال الإسرائيلي لأجبرنا إسرائيل قبل أمريكا للاستجابة لمطالبنا المتعلقة بالمفاوضات، المتعلقة بالانسحاب، المتعلقة بإطلاق سراح الأسرى، أعتقد بأنه كان على الفلسطينيين أن يستقبلوا أوباما بإعلان حقيقي وفعلي على الأقل من خلال مراسيم الرئيس بإنهاء الانقسام أولا. ثانيا، أنا في تقديري الشخصي يمكن ولا بد أن يواجه أوباما ليس باستقبالا رسميا فقط، والاستقبال الرسمي بالمناسبة يجب أن يكرس وأن يعلن بأن فلسطين تستقبله كدولة. صحيح. فلسطين الآن معلنة وهي عضو مراقب في الأمم المتحدة، يجب أن نستقبله كدولة. أيضا يجب أن يكون هناك استقبال شعبي يليق برئيس أهم دولة في العالم. طبعا أقصد بهذا القول يجب أن تخرج الجماهير في استقباله تطالبه بموقف أمريكي غير منحاز، تدين الموقف الأمريكي الذي صوت ضد مشروع القرار باعتبار فلسطين دولة عضو مراقب في الأمم المتحدة وما إلى ذلك. هذه أحد أشكال أدوات الضغط للقول بأن هنالك موقف شعبي مختلف عن الموقف الرسمي، لأن المواقف الرسمية عادة تجامل الدول الخارجية، رغم أن الموقف الرسمي الفلسطيني ما زال ثابتا، ولكن بحاجة إلى موقف شعبي على يساره يدعمه، يعلن للرئيس الأمريكي وللآخرين بأن الشعب الفلسطيني قد ضاق ذرعا من هذه السياسة الأمريكية ومن انسداد أفق المفاوضات ومن يعني قطع الطريق. نعم. على الحل السياسي التاريخي العادل والمتوازن، الحل الوسط بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. شكرا لك الأستاذ رجب أبو السرياء، الكاتب والمحلل السياسي، حدثتنا من العاصمة الأردنية عمان. شكري الجزيل لك. أهلا وسهلا، مرحبا. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامجكم دائرة الحدث، حتى ألقاكم يوم غد. وضيف حلقة الإجابة عن التساؤلات سيكون الأخ عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول ملف المصالحة عن الحركة. حتى ذلك الحين، هذه تحياتي أميرة حنانية ومن طاقم العمل، دائما ألف تحية. إلى الزاوية الكاريكاتيرية فلتتفضلوا، دمتم بخير وإلى اللقاء.